العقل ينذرنا بما ينبغي تجنبه، والقلب يقول لنا ما ينبغي فعله. فإذا ذهب العقل بفعل المؤثرات العقلية فهنا تحدث الكارثة. الإمارات تقدمت الجميع واستضافت مؤتمر الجمعية العالمية لأخصائي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية لتتكاتف مع دول العالم المشاركة لوضع آخر الحلول والمستجدات لمواجهة تحدي الإدمان. هذا المؤتمر الحقيقة فيه حضور كبير جدا، مسجلين أكثر من 2000 شخص والحضور 1200 شخص لحد الآن في يوم الأول، والحمد لله. كثير من الندوات العلمية راح تكون إن شاء الله، 80 ندوة علمية مختصة في جميع التخصصات، بالإضافة إلى 25 ورشة عمل و15 برنامج تدريبي للمختصين في هذا المجال. يفخر المركز الوطني للتأهيل بطرح أول برنامج تدريبي معتمد باللغة العربية. جهود كبيرة وكلمات تضافرت لشحذ همم الشباب وجعلهم قادة للمرحلة المقبلة بإنارة الطريق أمامهم بسبل مكافحة انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمساعدة في علاج المرضى وإعادة عادتهم إلى أسرهم. يأتي أيضا هذا المؤتمر بتركيز خاص على فئة الشباب، ليس فقط من ناحية توجيه برامج العلاج وإعادة التأهيل إليهم كأحد الفئات المستهدفة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن باستخدام الشباب في مكافحة هذه الظاهرة والوقاية والتوعية منها. الجلسات الحوارية والنقاشية ركزت على تبادل الخبرات والأفكار وآخر ما توصلت إليه المراكز الوطنية للتأهيل والجهات المختصة في الكشف عن المتعاطين وعلاجهم. الإمارات هذه المرة جمعت أطراف علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية من مراكز متقدمة وبرامج تأهيلية ودورات تدريبية وأفكار خبراء ومتخصصين من كافة دول العالم، بحثوا إعادة العقل إلى رشده وإنقاذه من آفة الإدمان. من مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات أدنك، لمركز أخبار قنوات أبوظبي، مهدي سليمان.